برحب بحضرتك استاذ عمرو، برحب بحضرتك. انا خلود الرفاعي، مراسل قناه دي ام سي. في احدى تصريحاتك مؤخرا معاليك ذكرت انه مجلس اداره صندوق النقل الدولي وافق على المراجعه الثالثه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. ماذا عن اهم النقاط اللي هيتم التركيز عليها خلال الفتره اللي جايه من جانب حضراتكم؟ واسمح لي اوجه سؤال لاستاذ عمرو. تواجد الوزارات في هذا الوقت تحديدا من مدينه العالمين الجديده، وتحويل منصه مدينه العالمين الجديده من مدينه ترفيهيه أو منصة ترفيهية وتنموية أيضا، ماذا يعطي للعالم من رسائل؟ شكرا. يعني صندوق النقد، الحمد لله صندوق النقد مؤسسة شريك معانا بقاله فترة، والحقيقة شريك مهم دوليا وشريك محايد. أهميته أنه كمان العالم كله بيرى أنه هو يعني مؤسسة تقييمها له صدى جيد عند المستثمر، عند المؤسسات الدولية والشركات الدولية. فالحمد لله ان احنا المراجعة الثالثة تمت بنجاح، وكان في اشادة كبيرة في مجلس الإدارة بالبرنامج وسيره. تركيزنا زي ما قلت نفس الاولويات اللي قلتها تقريبا، احنا هنعكسها في المراجعات القادمة. مهم قوي قوي ان احنا نرى يعني الاقتصاد المصري بيحقق معدلات نمو وتنمية أعلى. مهم قوي إن احنا نبقى عندنا تاني ثقة كبيرة ما بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصالحنا. دي كلها أولويات الإصلاح الفترة القادمة، فتفاصيلها بقى هتتعكس في المراجعات القادمة. إنما بشكل عام الحمد لله إن احنا يعني قطعنا شوط جيد في هذا البرنامج. البرنامج ده برنامج وطني، سعداء ان شركاء دوليين. على فكره مش بس الصندوق، احنا النهارده عندنا مجموعه من الشركاء، مهم ان احنا ما نغفلهمش. احنا عندنا برنامج ممتد مع صندوق النقد الدولي، عندنا برنامج ممتد مع الاتحاد الاوروبي، اكبر برنامج الاتحاد الاوروبي يعمله كشراكه مع دوله خارج الاتحاد الاوروبي كانت مع مصر وشريك مهم. عندنا شراكه كبيره مع البنك الدولي ممتده لمده 3 سنوات. عندنا زميلتي العزيزه وزيره التخطيط والتعاون الدولي بتشرف على حزمه كبيره جدا من المساعدات والبرامج مع كل الاطراف. فكل ده بيرجع لنا بفوائد كتير قوي من تنوع. على فكره حتى المستثمر الدولي بيبقى مهتم جدا بهذه الشراكات، بتحرير تمويل ميسر وطويل المدى. فيعني هي شراكات بتحقق لنا اهداف كبيره قوي، مباشره وغير مباشره. اهمها ان يبقى في قدر من الزخم من الاهتمام من المستثمرين على الاستثمار في مصر.